جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم. والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت: عبد اللهيان أكد المضي في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في المستقبل القريب، الرئيس الأسد مستمرون في تحرير أراضينا من الإرهاب وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي. وعنونت أيضا: الحوار العربي لم ينقطع ونأمل بلقاءات سورية عربية في الفترة القادمة، الوزير المقداد في حوار مع الوطن، الأجواء الدولية باتت أقل عدائية ومتفائلون بانعكاس المتغيرات على الوضع المعيشي. ولا ننتقل لصحيفة تشرين المحلية لنقرأ ما جاء فيها: إصابة ثمانيني باعتداء إرهابي على قريته في سهل الغاب. وكتبت أيضا: إصابة واعتقال فلسطينيين أثناء اقتحام الاحتلال للقدس المحتلة. وبالانتقال إلى صحيفة الشروق التونسية نقرأ: انتخابات مؤجلة وأجواء من فقدان الثقة، إلى أين تتجه ليبيا؟ وعنونت أيضا: ردا على ماكرون، الجزائر تعتزم إلغاء عقود مع فرنسا بقيمة 2 مليار يورو. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The New York Times والتي عنونت: الكونغرس، منظمة ترامب أخفت ملايين حصلت عليها من حكومات أجنبية. وأما صحيفة The Times فعنونت لليوم: مصانع كبرى في بريطانيا تهدد الحكومة بوقف الإنتاج إذا لم تنخفض أسعار الغاز. وبالانتقال إلى صحيفة لوموند الفرنسية: ماكرون يقول فرنسا لا تنوي مواصلة وجودها العسكري في مالي لفترة طويلة. وأخيرا مع صحيفة البايس: إسبانيا تستضيف القمة المقبلة للناتو. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت: مبابي يقف عقبة أمام انتقال هالاند إلى ريال مدريد. وجاء فيها أيضا: برشلونة يسعى للتخلص من ثنائي الدفاع في يناير. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري دو سبورت والتي عنونت: عرض جوفنتوس لضم بوجبا أقل من راتبه الحالي، ورونالدو يطالب مانشستر يونايتد بضم نجم جوفنتوس. الحمضيات ومعملها، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: بدأ موسم الحمضيات وبدأت معه معاناة وصعوبات المزارعين في تأمين عمال لقطافه وتسويقه وارتفاع تكاليف نقله بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وشحنها، هذا غير تكاليف ومستلزمات الإنتاج الأخرى وتكاليف العناية بالأشجار، ما يعني تكاليف إضافية على المزارع بسبب الاعتماد على السوق السوداء في تأمين محروقات السقاية. وبحسب مكتب زراعة الحمضيات في وزارة الزراعة، فقد انخفض إنتاج الموسم الحالي عن المتوسط العام للإنتاج خلال فترة 2016 و2021 بنسبة 27.3%، وعادة يتم طرح ثلث كمية الإنتاج عبر الأسواق المحلية، وثلثا الكمية المتبقية تصبح حكرا على المتحكمين بأسواق التصدير والتهريب. وتابع المقال: معمل العصائر كان الأمل الأخير المرتجى لاستمرار مزارعي الحمضيات بهذه الزراعة، لأنه يفتح لهم قنوات تسويقية مستمرة تجنبهم المزيد من الخسائر بالحد الأدنى. ولكن هذا الأمل تم دفنه من قبل وزارة الصناعة بأنه لا جدوى اقتصادية من إنشاء معمل للعصائر، بحجة أن أغلب إنتاج الحمضيات في الساحل لا يصلح للعصر وإنما هو للمائدة فقط. لقد أصبحت زراعة الحمضيات عملية إنتاجية خاسرة بامتياز لزارعها، فهي لم تعد تغطي له حتى تكاليف معيشته الأسرية. كل ذلك بدأ يدفع المزارعين لهجرة أشجارهم والامتناع عن قطافها، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على زراعة الحمضيات في سوريا بشكل نهائي، بدليل تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية. ولذلك يجب تدارك الأمر قبل أن نخسر منتجا زراعيا استراتيجيا آخر.
والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث قالت صحيفة يدي عود أحرنوت الصهيونية إن رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني الشباك المقرر تعيينه سيخضع لجهاز كشف الكذب، مشيرة إليه بالرمز راء دون الكشف عن اسمه. وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي بعد كشفه عن رسالة مجهولة وشكاوى مقدمة ضد رئيس الشباك المقرر تعيينه، لافتة إلى أن ذلك سيكون خلال مثوله أمام اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا. وأضافت الصحيفة سيطلب منه الرد على الادعاءات التي تتعلق بسلوكه غير اللائق، كما سيخضع وراء لجهاز كشف الكذب. وحسب الصحيفة فإن رئيس الشباك المنتهي ولايته نداف أرجمان سيمثل أمام اللجنة نفسها لشرح سبب ملائمة المرشح المختار للمنصب كخليفة له. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان ارتفاع عدد حالات القلق مع جائحة كورونا وخاصة لدى النساء. وفي التفاصيل، خلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت إلى أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى زيادة في حالات القلق واضطرابات اكتئابية كبيرة في أنحاء العالم، خاصة لدى النساء والشباب. وقال الباحثون إن الشباب عانوا في ظل بعدهم عن أصدقائهم نتيجة إغلاق أماكن الدراسة، ووجد العديد من النساء أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر. وسجلت الدراسة 76 مليون حالة إضافية من الاضطرابات المرتبطة بالقلق و53 مليون حالة من الاضطراب الاكتئابي الكبير مع انتشار كوفيد 19 في عام 2020. كلب اسطنبول الشهير يستقل مختلف وسائل النقل بمفرده للتنزه في صور رائعة. عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، أصبح بوجي وهو كلب ضال من اسطنبول بتركيا مألوفا جدا في نظام النقل العام المحلي، لدرجة أنه يستخدم بشكل مستمر العديد من وسائل النقل، الحافلات ومترو الأنفاق والقطار وحتى العبارة، كل يوم للتجول في المدينة القديمة. وانتشرت صور ومقاطع فيديو له وهو يركب الحافلة والمترو والقطارات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وصلت شعبية بوجي إلى مستويات قياسية، حيث فتحت البلدية المحلية له حسابات على وسائل التواصل على تويتر وإنستغرام والشبكات الاجتماعية الشعبية الأخرى كطريقة للتواصل مع سكان المدينة من البشر. لكن انتقد البعض هذه المبادرة بوصفها وسيلة للاستفادة من شعبية بوجي لتحقيق مكاسب سياسية، بينما يحب البعض الآخر مشاهدة المزيد من صور وفيديوهات الكلاب على الإنترنت. يبدو أن الكلب الذكي يعرف جميع القواعد الأساسية للنقل العام، فهو يفسح المجال للركاب الذين ينزلون من السيارة ولا يدخل السيارة إلا بعد نزول جميع البشر. عندما يحتاج إلى استخدام مترو الأنفاق يركب بوجي السلم المتحرك أو يأخذ المصعد تحت الأرض، وعندما يركب العبارة يتسكع على الشرفة إذا كان الجو دافئا ويذهب إلى الداخل إذا كان الجو باردا أو ممطرا. والآن مشاهدينا مع ريشات رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.